قال أسامة عرابي المدير الفني لفريق أسوان إن المشوار لا يزال طويلا لحسم الفرق الهابطة لدوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل، وأكد أن موقف كل من أسوان والشرقية ونصر للتعدين وداخلية لا يزال غامضا، وأن الفوز جاء لفريقه في الوقت المناسب. الحمد لله، التوفيق ده بتاع ربنا، بقى لنا 5 ماتشات مستنيين التوفيق، اكتر من 3 ماتشات مفروض نكسبهم، ما التوفيق مش محالفنا نكسبهم. الحمد لله ربنا النهارده عوض تعب اللعيبه ومجهودها من اول الماتش، احنا نكسب لكن ربنا فرج علينا في اخر دقيقه، وكره القدم كده. فالحمد لله بشكر اللعيبه جدا 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 على الاداء دوت والروح ديت، رغم ان في بعض الظروف طبعا بتواجهنا في حاجات معينه، لكن بحمد ربنا طبعا اولا واخيرا ان التوفيق جالنا في اللحظه دي الحمد لله. لا لسه طبعا الموضوع صعب جدا للتعدين والشرقيه ولينا والطنطا والداخليه، الموضوع صعب جدا، اديك شايف نتائج امبارح ونتائج قبل كده، الشرقيه كسب الزمالك، موضوع مشوار طويل جدا جدا، لكن الفوز جه في وقته الحمد لله الحمد لله.